حارس البداية مايكل. انطلاقة خطيرة ولا يزال يحاول مستمر في التقدم إلى الأمام. هذه براءة كبيرة من نادي لعب الكرة الراسية بهذه الطريقة. يلعب كرة طويلة، لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يمر ويلعب كرة بينية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. الله، كرة جميلة استلمها اللاعب. الكرة ملعوبة إلى الأمام. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. كرة طولية إلى الأمام. يحيى الشهري يلعبها عرضية، ينجح في بعثها عن مناطق الخطورة. ينقذ فريقه من كرة خطيرة. خيبري، نعم حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. يبعد الكرة إلى بر الأمام. خيبري يلعبها على طرف الملعب. يحيى الشهري، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. يحاول تمريرها من بين المدافعين. الله، على الطاير. وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. شوف الباص العالمي، شوف اللمسة. هذه الكرة يا جماعة، هذه متعة، هذه الكرة التي نحب أن نشاهدها دائما. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. يلعب كرة طولية إلى الأمام. خيبري يحاول لعب الكرة إلى الأمام. يلعب كرة بينية. الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء. مرت الكرة. يحيى الشهري، الحكم يعلن نهاية الشوط.
الافريقيه في نهايه الشوط الاول. جماهير راضيه سعيده بهذا الاداء، هل ينجحوا في المحافظه بعد ذلك؟ هذا السؤال كبير، هم عليهم ان يجيبوا. لنتابع معا احداث الشوط الثاني من المباراه. النصر السعودي يغير كل شيء في هذه المجموعه بهذا الهدف. منافسه قويه جدا جسديا بين اللاعبين. يحصل عليها خيبري تقريبا، ولا فريق على الملعب قادر على الاستفاده من الكره. يحاول ان يلعب كره بينيه، يحاول الاستفاده من زميله في جانب الملعب. تلعب الكره الى الامام، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. كرة طويلة للأمام، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ النصر السعودي يتقدم بهدف متأخر في الشوط الأول. هدف قابل لا شيء الآن. لمسة بينية، مهارة كبيرة في الاستلام. كرة طولية للمنطقة الأمامية، خيبري ضغط قوي وينجح في استعادتها. أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. يحاول تمريرها من بين المدافعين، تصطدم الكرة في القائم. تغيير مع توقف اللعب، الدفع بلاعبين في وقت واحد. يلعبها لمنطقة الخطر، الكرة للأمام، وستكون هنا رمية تماس. يتعرض للضغط بكل قوة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. عدت الكرة، فرصة للتسديد، بعيدة تماما عن المرمى. عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. يتعثر ويثبت توازنه. ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. يلعب رمية التماس. يرسل كرة إلى الأمام. الشهري. الخيبري. يمر يلعب كرة بينية، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. أوه، تدخل جميل، تسديدة. اللحظات الأخيرة، الأمل مشتعلة والتسديد. تتصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. ركنية قصيرة، عرضية داخل ال 18. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. عبروا هذا الاختبار.
بأقل فارق من الأهداف. لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية جدار برلين. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار.